ويقول: إنني أعمل في مصلحة البريد، ومواعيد عملي من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا، ومن 5:30 إلى 6:30، ولكنني لا أستطيع الحضور ساعة المساء، وذلك لبعد مكاني عن المكتب، ولي أعمال أخرى أزاولها في المساء، لذلك لا أحضر للمكتب في المساء، وعلى علم من المسؤول، ولا أعلم هل هو راض عني أم لا، فهل يصح ذلك مع أخذ أجري كاملا؟ أفيدونا أفادكم الله. من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال أنه يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام، ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استأجر من أجله، وكذلك لا يستحق الراتب إلا بأداء عمل الوظيفة التي أنيطت به. فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل ويفوت بعض الوقت في أشغاله الخاصة، هذا أمر لا يجوز له، وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه لا يحل له، وهو كسب حرام لأنه أخذه بغير حق. حتى وإن سامحه المسؤول المباشر أو المدير المباشر، ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك فإن ذلك لا يسوغ له التأخر عن العمل، لأن عمله في هذه الفترة قد استحق واستغرق للوظيفة، فلا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك. والسائل ذكر أنه يكون مشغولا ببعض أعماله الخاصة وأنه يفوت بعض الوقت فيها، فهذا أمر لا يجوز، ومن أنيط به عمل وجب عليه أن يفرغ نفسه له وأن يوديه على الوجه الأكمل حتى يكون كسبه حلالا، ويكون ما يأخذه من الأجر أو من الراتب يكون أخذه باستحقاق وبإباحة من الشارع. نعم، جزاكم الله خير.